السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة طاليا لايف ستايل. ان شاء الله تكونوا كامل بألف خير. وصفتنا لليوم بيتزا رائعة بعجينة اقتصادية وناجحة 100%. وثاني مع سر باش تجيكم هذه البيتزا كيما تاع المطاعم، تبعوا معايا لا فيديو وان شاء الله تعجبكم. نبداو بالمقادير. نحتاج كأس تاع الماء يكون دافئ، زوج كيسان ونص تاع فارينة ولا دقيق، نحتاج ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة خميرة الخبز، ملعقة صغيرة سكر، وملعقتين كبيرتين تاع الزيت. أولا نحط المواد السائلة كامل مع بعضها، نحط الماء والزيت ونزيد الخميرة والسكر ونخلي الخميرة تتفاعل مدة 5 دقائق، ومن بعد نزيدوا الفارينة وفوقها الملح. جامي نحطوا الملح على الخميرة هكا باه ما تقتلناش الخميرة تاعنا. نعجنوها مدة 10 دقائق حتى نتحصلوا على عجينة تكون ملسة، ونغطيوها ونخليوها تريح وتخمر في مكان دافئ مدة ساعة. في الوقت هذا راح نوجد لاصوص طومات. عندي ملعقة كبيرة تاع الزيت، نلوحلها زوج سنات تاع الثوم يكونوا مرحيين، نقليها مدة ثواني فقط، ومن بعد نلوحو التوابل اللي هما راس الحانوت، فلفل أسود، ملح، وشوية أعشاب عطرية، ومن بعد نلوحو عندي تقريبا 3 حبات تاع الطماطم ونخليهم يطيبوا مليح. بعد ما طيب لاصوص طومات نرحيها بلوبغا ميكسور. العجينة تاعي راهي خمرت وتضاعف الحجم تاعها، درك نبداو نشكلو البيتزا تاعنا. هذا المقادير يديرولي زوج بيتزات. انا هنا راح نقرصها مباشرة فوق بابي كويسون، ورشيت عليه شوية تاع لاسومول ولا شوية تاع الدقيق، سواء ناعم ولا المتوسط معليش. المهم والسر في الطياب تاع البيتزا، باش تجينا البيتزا كيما تاع برا لازم الفرن يكون ساخن على اقصى درجة مئوية، والبلا يكون داخل الفرن، يعني البلا ثاني يسخن مع الفرن، نخليو الفرن تاعنا يسخن مليح مليح مليح، لانه البيتزا تاع المطاعم عندهم انفوخ سبيسيال وصعيبة باش تخرج لنا كيما تاع المطعم. وهنا راح نبدا نعمر البيتزا تاعي، نلوح ساعة الفخوماج غابي، ومن بعد نزيد فوقه لاصوص طومات، وهنا زينتها بالفلفل الحلو ولي صوصيس. نتوما تقدروا ديروا واش تحبوا، ديروا فيونداشي طون، تخليوها غير بالفخوماج كيما تحبوا. وفي الاخير نزيد لها الفخوماج غابي، ومن بعد نهزها هكا، هزيتها انا فوق البلا وراح لي المقطع، ونحطها مباشره في البلا اللي راهو في الفرن. تهزوها بصحن ولا بالبلا، ومن بعد ولا اذا عندكم هذيك اللوحه تاع البيتزا تهزوها وتحطوها مباشره تطيب، ثاني تطيب في ساعه وما تديش وقت طويل. وهنا القرصه الثانيه راني حشيتها بالفخوماج، الفخوماج فقط تاع المثلثات. شوفوا البيتزا تاعي كيفاه طابط، راهي واجده وجات هايله وبنينه بزاف بزاف بزاف. لي صوصيس هذو يزيدوا فيها النص، هذو يكونوا دائما عند الاتراك. نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه، وان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. واذا جربتوها ابعثوا لي تطبيقاتكم في الانستغرام ولا في الجروب تاع الفيسبوك، كل الروابط راح نحطهم في صندوق الوصف. واكيد ما تنسونيش بتشجيعاتكم، ما تنسوش تبارطاجيو لي فيديو تاعي هكا تدعموا القناه. واذا ما زلتم ما اشتركتوش في القناه اشتركوا، وما تنسوش تضغطوا على الجرس هكا دائما يلحقكم كل الجديد. انا خليكم وتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.